على المستوى الداخلي هذه الدول التي أحفت هي دخلت باستثماراتها فعلا للسودان، يعني مثلا زي الاستثمارات شركة أرياب الفرنسية وزي شركة المراعي السعودية أيضا. المراعي السعودية دخلت طبعا، برضو كان السعودية برضو واحدة من الدول اللي لها الدين على السودان تقريبا 5 مليار دولار. فهذه الدول اللي دخلت للسودان عبر أبوابة الاستثمار هي هذا الجانب الذي تدعم فيه الاقتصاد السوداني بجميع مستوياته الصناعية والزراعية وال وصادراته برضو، يعني لديها برضو النصيب الأبرز في ذلك. فالآن مؤشر التنمية الداخلي أنا أعتقد أنه في خلال 6 شهور القادمة سوف يشهد استقرار وارتفاع وتحصل تحسن في البيئة الاقتصادية الداخلية، ونتمنى مزيدا من الاستقرار. كلما كان هنالك بيئة الاستقرار السياسي والأمني أوسع، كلما تقابلتها البيئة الاقتصادية بالنمو. يعني هذه المعادلة، يعني نمو البيئة الاقتصادية ما بيجي إلا في حال استقرار البيئة السياسية والحالات والوضع الأمني. كلما كان هنالك استقرار في هذين الملفين كلما كان النمو الاقتصادي هو أعلى. نعم.